شكرا يا آسيا، مساء الخير أولا. شكرا شكرا، عيد ميلاد سعيد دكتور شكرا عمر. شكرا جزيلا والله دكتور عمر، طالع من بقك زي العسل بصراحة. طيب آسيا، انت بتقلدي عادل إمام. انت تعرفي عادل إمام منين؟ عرفت أستاذ عادل إمام على المنصات الاجتماعية. أنا كيوتيوبر دائما أشاهد الفيديوهات، مشهور على المنصات الاجتماعية. شاهدت الفيديوهات لفنان عادل إمام وتأثرت بقدرته الكوميدي العظيم. أها، ثم بدأت أقلد وأمثل. جميل جدا. يعني دعينا نتحدث باللغة العربية الفصحى، يعني أين تعلمت اللغة العربية يا آسيا؟ درست اللغة العربية في الجامعات الصينية في كتخصصي في الجامعة. أها، و وهل زرتي بلدانا عربية؟ هل زرتي مصر؟ هل زرتي بلدا عربيا آخر؟ نعم، زرت مصر قبل 5 سنوات، لأن كنت أشعر بفضول لحضارة المصرية، فزرتها وأشعر وأتعامل مع الشعوب المصريين. أشعر أنهم كرام ومتحمسون، فأستمر في دراسة اللغة العربية لكي أتواصل معهم وأتعرف على حضارتها. جميل جدا، جميل جدا. طيب يعني أنت تشاهدين عادل إمام، يعني لماذا عادل إمام بالذات؟ يعني هناك كثيرون من الفنانين الذين يقدمون اللون الكوميدي، المادة الكوميدية، يعني ما الذي جذبك في عادل إمام؟ لأن أستاذ عادل إمام قدراتها في كوميديا عظيم، حركاته وإشاراته وتعبير الوجه صعب للتكرار، لأنه أسطورة. وأيضا أعتقد فنان عادل إمام هو مثل نافذة لنا كالأجانب لنتعرف على الشعوب المصريين وحضارة مصر، لأن لها موهبة في التمثيل واللغة والماهر في الفن، ورائع جدا. جميل جدا. طيب سنعرض الآن فيديو لك وأنت تقلدين عادل إمام. أيوة زينهم، هتعترفي كمان. أنا معترفة بكل حاجة حضرتك عايزاه، وأي حاجة في العالم وخشيت حصلت أنا سبب فيه. البوسطة والحرسك أنا سبب فيه، خروج السعودية من كأس العالم أنا سبب فيه. مستعد أمضي وأبصم على كده كمان يا باشا. إيه ده؟ أنت عملت فيا مجنون. تمام يا باشا، تعترف علوات 24 تهمة. 25، 25 في التهمة الاخرين اللي حضرتك ناسيها، اللي انا مخابي طيارات الحربيه بحمام السخن اللي هناك ده، الطياره اللي هنسب بها وزاره الدفاع عشان استولي على حكم دي تهمه حروه يا باشا. ربنا يوفقك في شويه شغل حلو، انت بتعمل شغل قوي بصراحه يا باشا. جميل جدا، جميل. طيب آسيا، يعني هل عندكم في الصين ممثل كوميدي مثل عادل إمام عندنا في مصر؟ نعم، أيضا يوجد لدينا من هو عادل إمام الصين؟ عادل إمام. أعتقد اسمه في عصرنا اسمه شنتون. أها، ويعني يكرر حركات ويقوم بحركات مثل التي يقوم بها عادل إمام؟ أعتقد طريقة التعبير ليس متشابه. أها، أستاذ عادل إمام يجعلني لدي شغف خاص للكوميديا المصرية نعم. ولمصر. طيب الآن نفترض أن الأستاذ عادل إمام سيشاهد هذا الفيديو ويشاهد هذا الحوار. تفضلي بتهنئة عادل إمام بعيد ميلاده باللغتين العربية والصينية. أوكي. ويشرفني كثير أستاذ عادل إمام،
عيد ميلاد سعيد، أطال الله عمرك ومنحك الصحة والعافية. الله يوجد في الصين فتاة آسيا يحبك كثير كثير كثير. أتمنى ذات يوم يمكنني أراك وأتعاون معك أستاذ عادل إمام. طب وبالصيني؟ شنر كويل، شنر كويل يعني عيد ميلاد سعيد، شنر كويل. اللي قالته، اللي قالته آسيا، اللي قالته آسيا يا أستاذ عادل. آسيا، أنا سعيد جدا بوجودك معايا، شكرا ليكي، وأنا سعيدة، وشكرا لكل الشعب الصيني الشقيق، وفي انتظارك تزورينا في مصر إن شاء الله. شكرا شكرا ومرحبا بكم في الصين. شكرا جزيلا آسيا، الفنانة أو الفتاة الصينية الجميلة العاشقة لعادل إمام ولمصر، وإن شاء الله يعني الفيديو ده يصل إلى الأستاذ عادل إمام اللي بنقول له مرة تانية كل سنة وهو طيب.